الراجح أن العدالة تعتبر في الشاهد ظاهرة، أما باطنا فالعلم عند الله عز وجل، فيقبل من الشهود من كان عدلا ظاهرا، أما باطنا فالصحيح أنه لا يشترط، ويحكم القاضي بها ما لم يعلم خلافها. لما؟ لأن الأصل في المسلم الصدق والعدالة، لكنه إن جهل عدالتها سأل عنها، وإن سأل عنها فجرحها أناس، يعني جرح هؤلاء الشهود أناس وعدلهم أناس، فإنه يأخذ بالجرح. لما؟ لأن مع الجارحين زيادة علم.